مايك تايسون احنا بنتكلم على اسطوره طبعًا في دنيا الملاكمه عنده طبعًا حاليا 54 سنه وكان زمان اصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور في رياضه الملاكمه وقتها كان عمره يا دوب 20 سنه بس كان مولع الدنيا بالمعنى الحرفي كان اول ملاكم للوزن الثقيل بيحمل القاب رابطه الملاكمه العالميه ومجلس الملاكمه العالمي والاتحاد الدولي للملاكمه تعالوا نشوف مع حضراتكم فيديو لتدريبات مايك تايسون